بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة من مطبخ وتدابير أم ياسمين. وصفة اليوم مرقة بدون لحوم، تخرج أكثر من رائعة بالجلبان والخضار. هذا هو شكلها النهائي، تخرج واحد البنة ما نحكي لكمش البنات. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. ما نطولش عليكم، نروح مباشرة للمقادير والطريقة. عندي كمية من الجلبان، بما أنه رانا في وقت الجلبان فراه طري وحلو ما شاء الله. كل وحدة دير على حساب أفراد العائلة. حبة تاع القرعة واللي هي الكابويا، حبة تاع الزرودية، وحبة تاع البطاطا. قطعتهم بهذا الشكل قطع صغيرة على شكل مربعات. وعندي هنايا هاد القطعة تاع الشحمة تاع الخروف، حبة بصل مقطعة قطع صغيرة. هنايا درت البصلة الخضراء، تقدروا ديروا كذلك البصلة الحمراء. ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من الطماطم المصبرة، وخليط القزبر والمعدنوس كذلك مقطع قطع صغيرة. بالنسبة للتوابل فغادي ندير زعفران، الملح، الكمون، فلفل أحمر، سكنجبير، والفلفل الأسود، والكركم، ورشة خفيفة من القرفة. وبطبيعة الحال نحتاج الزيت. حطيت كسرونة على نار تكون قليلة، نحط فيها كمية من الزيت حوالي 4 ملاعق كبيرة من الزيت. بالنسبه للاخوات اللي ما تكونش عندهم متوفره هذه القطعه تاع الشحمه تاع الخروف، فتقدروا تعوضوها بملعقه كبيره ما تكونش مملوءه جيدا من الزبده، تقريبا تعطي نفس المفعول. ضفت عليها البصله ونحركها بهذا الشكل ونقليها. كي تبقى تتبال نضيف لها باقي المكونات. وهذه الوصفه موالفه صراحه، نزيد فيها حتى الطوماطيش نتاع الحب، لكن اليوم ما راهاش متوفره عندي، فيعني عادي استغنيت عليها وعودتها فقط بالطماطم المصبره. نقليهم مليح مع بعضياتهم. ونتمنى حبيباتي تجربوا هذه المرقه او هذا الطاجين بهذه الطريقه، يعني يخرج واحد البنه ما شاء الله. وهذيك القطعه تاع الشحم هي اللي غادي تعطي لنا واحد البنه روعه في هذا الطبق. نضيف هنايا الخضار، حبه تاع الزروديه مع حبه تاع البطاطا وحبه تاع الكابويا مقطعين قطع على شكل مربعات بهذا الشكل. نضيف باقي المكونات. هنايا زدت ضفت فقط نصف الكميه تاع خليط القزبر والمعدنوس. نضيف كذلك التوابل. بالنسبة للتوابل فيبقى على حساب الرغبة. أنا ضفت ملعقة صغيرة مملوءة كل من التوابل، الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، الكركم، سكنجبير، والكمون، ورشة خفيفة من القرفة، وتدبيرة صغيرة حبيباتي. كذلك عفوا حبيباتي ضفت كذلك زعفران وتدبيرة صغيرة. الأخوات اللي يكون عندهم جلبان يعني ماشي حلو فتضيفوا كمية قليلة تاع السكر، غادي المرقه تاعكم تجي روعه والجلبان يولي حلو. اذا هنايا نضيف كميه تاع الجلبان كما قلت لكم سابقا، كل وحده دير على حساب افراد العائله. ونمرق هاد المريقه بالماء الغالي، نحط كميه مليحه قيس ما تتغطى كامل هاد الخضار. اذا كان الجلبان اللي عندكم شايخ يعني كبير ويكون شايخ، فمن الاحسن تستعملوا الكيكوطه. وإذا كان عندكم طري وخاتر فيعني فقط طيبوا في الكسرونة ويوجد بسرعة. أنا بما أنه جلبان راه عاد داخل في وقته وما راه شايخ وراه طري وحلو روعة، فيعني فقط درت هاد المرقة في الكسرونة ودرت كمية تاع الماء، نغلق عليها ونخليها حتى تطيب على نار متوسطة. إذا هنايا بعد ما طابت لي وبقي فيها شوية البويون، نضيف لها الرشة اللي تبقات لي من خليط القزبر والمعدنوس، ونغلق عليها ونخليها على نار قليلة. يعني هنايا المرقة راها طايبة، فقط غادي نزيد نخليها تتجمر. وبطبيعة الحال نخلي فيها شوية البويون في الأخير. وصفة اليوم جلبان بالخضار يخرج من أروع ما يكون بدون لحوم، والبنة ما نحكي لكمش. نتمنى حبيباتي تجربوه وينال إعجابكم. إذا أول مرة تزوروني ما تنسوش تشتركوا، كذلك تفعلوا جرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشهية طيبة، وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.